السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. مواعيد مباريات الجولة 30 من الدوري السعودي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، الجولة الأخيرة من الدوري السعودي. المباريات هتكون بتوقيت مصر والسعودية وجرينتش. لو حضرتك عايز أي توقيت اكتب لي في التعليقات وأكتب لك المواعيد. متابعين الكرام، المباريات هتكون كلهم في يوم واحد، يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، وكلهم في نفس التوقيت. التوقيت هو الساعة 7:35 يعني 7:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 5:30 مساء بتوقيت جرينتش. المباريات هي الهلال هيلعب أمام الشباب، المباراة ستذاع على قناة الرياضية السعودية الأولى اتش دي والمعلق فهد العتيبي. النصر هيلعب أمام الاتفاق، المباراة ستذاع على قناة الرياضية السعودية الثانية اتش دي والمعلق عبد الله الغمدي. الأهلي هيلعب أمام الرائد، المباراة ستذاع على قناة الرياضية السعودية الثالثة اتش دي او كي اس اس سبورتس 3 اتش دي والمعلق سمير المعرفي. التعاون هيلعب امام الفيحاء، المباراة ستذاع على قناة الرياضية السعودية الخامسة اتش دي والمعلق مشير القرني. الفيصلي هيلعب امام ابها، المباراة ستذاع على قناة الرياضية السعودية الثامنة او كي اس اس سبورتس 8 اتش دي والمعلق احمد النفيسة. الحزم هيلعب امام الوحدة، المباراة ستذاع على قناة الرياضية السعودية السابعة اتش دي والمعلق خالد المضيفر. العدالة هيلعب امام الاتحاد، المباراة ستذاع على كي اس اي سبورتس 4 اتش دي او الرياضية السعودية الرابعة اتش دي والمعلق جعفر الصليح. وضمك هيلعب امام الفتح، والمباراة ستذاع على الرياضية السعودية السادسة او كي اس اي سبورتس 6 اتش دي والمعلق محمد الخامسي. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي بتوقيت مصر والسعودية وجرينتش. باقي التوقيتات حضرتك ممكن تسألني عليها اكتبها لك في التعليقات، طبعا والقناة ناقلة للمعلقين. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يجيلك الفيديو، ولا تنسى توقع نتائج المباريات الهامة. اعتقد المباريات الهامة مباراة الهلال امام الشباب، مباراة النصر امام الاتفاق، ومباراة الاهلي امام الرائد. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو، ونراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.